وهذا العيد الذي له هذا الإعلام الواسع المنشور المشهور والذي قد تكرر يعتبر من أعياد الكفار ويعتبر من المحدثات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وسواء كانت الولاية بالأفعال أو الأقوال كل ذلك حرام. وأعياد الكفار من دواعي التشبه بهم ومحبتهم والسير على منوالهم. والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمحبة الكفار أو التشبه بهم في أعيادهم أو التشبه بهم في سائر أمورهم أمر شديد التحريم، أمر شديد التحريم. قال الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. سواء كانت مسارعة فيهم بأعمالهم أقوالهم والتشبه بهم أو ما إلى ذلك، كل ذلك حرام. وهو من دواعي الفساد، هذا العيد من دواعي الفساد، من دواعي الزنا. عيد الحب، الحب إما أن يكون حبا في الله وبغضا في الله فنعم ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله من أوثق قرى الإيمان.